مش بس كده كمان على اعلى مستوى الذات العامة بالله كل شوية عشان نطور ونستمر. اللي متكتف قدامكم ده واللي انتوا هتشوفوه الشيخ النصار هتعالي كده. أداتهم وانا مش هفكه ومش همشيه غير لما اعرف الجزار ده يبقى له ايه، هل اخوه هل صاحبه هل شريكه هل ما يعرفوش بجد. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه. وعايز اعرف هو كان هدفه ايه، هدفه ان هو ياخد مني فلوس طب هدفه حاجه تانية؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. مبدئيا انا هتكلم معاك وترد عليا بكل صراحه، هتكذب لا ايه، تكذب لا، تكذب ايه لا، الجزار يبقى لك ايه؟ نعم مش سامعك. لا علي صوتك. الجزار يبقى لك ايه؟ نعم ابن عم. الجزار ابن عم يا ابن النصابة. الجزار يبقى ابن عم الشيخ النصاب صح؟ هو نصاب زي ابن عمنا تاب. ابن عمك؟ انا متجاي انا هو جاي احنا الاثنين لحتين على بعض ليه جاي تهمون؟ يعني انت متكلف ومش خايف صح؟ اه قال لك احنا الجزارة يجيل يجيل. طب انا اتمنى ان هو يجي، اتمنى هو تايب كل حاجة. بس انا عايز اقول لك حاجة، لما تبقى تحت ايدي ما تستفزنيش. هو تايب كل حاجة. لما تبقى تحت ايدي ما تستفزنيش. ها ما تستفزنيش. هو تايب كل حاجة. هو شايف كل حاجة. طب يا جدعان هو كده كده ده ليلة زرق، ده انا هجيب له مية واعذبه وخليه يخليه بصه خليه يشوف ايام سودة بسبب اللي هو عمله ده. طب انت دلوقتي لما كنت عايز تقول لي ان الشيخ النصاب مش ان الجزار مش تبعك كنت هدفك ايه؟ كنت هدفك تضحكوا عليا وتاخدوا فلوس مثلا ولا انكم تؤذوني؟ مش هقول لك ايه؟ مش هقول لك اتامة فك اتامة اللي نمت يا جدعان. هو بيستفزني وانا حاليا والله العظيم هقفل الكلام خالص، هقفل الكلام واخش عليه بقى بالضرب والاهانه، ومش عايز حد يقول لي يا مكر افتكر ان الشيخ النصاب هو اللي انقذك من تحت ايده ومش عارف ايه، والشيخ النصاب هو اللي رجعك للحياه تاني. كنت قدام لما بقيتك اللي رجعك للحياه ربنا مش الشيخ النصاب، هو جعله سبب مش اكتر. انت نصاب وحرامي وهتفضل نصاب وحرامي يا ابن النصاب. انت نصاب نصاب وابن نصابين ماشي. هتعمل ايه يا ابني؟ انت مربوط يا شيخ يا عرة، انت مربوط. ولا ايه يا اسطى يا خرابي. لا. وفي اللحظه ديت اتضربت ضرب ما يعلم بيه غير ربنا، وطبعا ما ينفعش احط الضرب ده كله لان الكلام ده غير ملائم لمعظم المعلنين. والوقت اوريكم اللقطه اللي بعدها. هيفك الشيخ النصاب، هيفك الشيخ النصاب. انا مش عارف اعمل حاجه يا جماعه، انا عملت حاجه هتضرب وهياخدوا مني التليفون. والله العظيم ما هعرف اعمل حاجه، والله العظيم انا ما هعرف اعمل اي حاجه. فكوا الشيخ النصاب، فكوا الشيخ النصاب، فكوا الشيخ النصاب. فكوا الشيخ النصاب، أنا مش عارف أعمل أي حاجة. هيهرب. هربوا كده خلاص، هربوا يا مكاه، هربوا يا مكاه، هربوا. انت بتعمل ايه؟ خلاص نطوا، هربوا
هرب. يا نهار ابيض، استقبل استقبل اللي هيجي. يا نهار ابيض يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى. هنعمل الوقت، هنعمل الوقت. بص عليهم من فوق، هربوا يا ابن. بص عليهم من فوق، هربوا هربوا يا اسطى، هربوا يا اسطى، هربوا. قوم انت، قوم طيب على حالك يا اسطى. مكار يا ابن، قوم. مش قادر، قلت لك بلاش نبقى لوحدينا، قلت لك بلاش نبقى لوحدينا. احنا رنا على صلاح واحمد السنكوح وحسن يجوا، ويوسف، الناس دي كلها بتاعتنا لازم تكون جنبينا. ربوني مكان العملية. يعني كده هو هيعمل ايه يعني؟ كده اللي هيحصل كده نوع على شر. ده قالك الجزار مش هيسيبك، يبقى مش هيسيبك يا حبيبي. انسى الجزار يسيبك ولا الشيخ النصاوي يسيبك. انت ضربته وخطفته، هيحلك؟ مش هيحلك. طب وانت ما ضربتوش ليه؟ اسيب الكاميرا؟ انت ايه اللي ما تقفلش الكاميرا ليه؟ اللي ما تقفلش الكاميرا لو الكاميرا ليه؟ انت ايه اللي ما تقفلش الكاميرا لو ايه اللي حصل؟ مش ده طلع من بوقك وقلت لي كده قبل ما نفتح الفيديو؟ قلت لي اقفل يا عم. زفت اقفل، اقفلها يا عم. اقفل ايه يا اسطى؟ اقفل ايه يا اسطى؟ انا بضرب وهو بيتفك. اقفل الكاميرا، مش دعوه بالتصوير دلوقتي يا اسطى. انت قلت لي لو ايه اللي حصل ما تقفلش الكاميرا يا اسامه. فوق كده يا اسطى، في واحد يفك. اقفل الكاميرا خلاص، اقفل بقى الفيديو خلاص على قد كده. اقفل يا اسطى، اقفل الكاميرا بقى يا عم. اهو يا عم، اعمل لك ايه؟ طيب اعمل لك ايه يا اسطى؟ مش مغفل وربنا يا اسطى، انت السبب. على ايه نعمه مغفل؟ انا بتضرب، المفروض تسيب الكاميرا وتخش عليه. انت قلت لي قبل ما نفتح الفيديو ما تقفلش الكاميرا لو ايه اللي حصل. ويا عم ادي كوسه.